كنكم بخير. اليوم الفيديو راح يكون عن انه راح فرجيكم بيتي وبيت اخوي. انتو بالتعليقات انتو تكتبوا لنا مين احلى، انا معمره مسبح واخوي معمر مسبح، وانا معمره بيت واخوي معمر بيت. ويلا خلينا نبدأ. اول شي فرجيكم بيتي. هون مثلا حط بيتي برندا مطلع على مسبحي، هذا هو مسبحي طبعا في الورد. لتحت فرجيكم طبعا بيتي طابين وبيت اخوي طابين. هون في غرفة نوم ترى فيها صندوق تلاقوا فيها، راح نقول عليه حجر دايموت. كلا بنقول عليه حجر دايموت وبرجع لكم. وهلا بعد ما نقلت الحجر الدايموت لهون لكم شغلة، ما بعرف من وين بجيب حجر الدايموت، في تحت بالتعليقات بجي من وين بجيب الحجر الدايموت. بعمل الدايموت. هلا خلينا نروح. فرجتكم هاي الغرفة فيها تختين مرتبة، هاي غرفة القعدة هيك متل ركن فيها. نازلة تحت من الدرج، او ماي جاد نزلت بقى نفسها فيها ركن، لكن هذا احلى من فوق طبعا. لازم كانت تقول انتي ما بتجيبين ما بتجيبون. هون بيجوا مع اللعبة مع صوت اللعبة، ليكو كمان نفس الشي، في صندوق وتختين ومكتبة. ويلا وهاي برندا كمان برندتين تطلع لهون، يا مسبح وحيط بيت بشبيت. لا تركين راح فرجيكم احنا اكتر. ويلا خلينا نروح ننتقل لبرا. من برا شوي بيت اخوي، اكتبوا لي ساعتها في التعليقات مين احلى. انا واخوي من زمان كنا نلعب نحن ماينكرافت، وانا متلبكة لانه شوي لانه هي اول مرة تلعب ماينكرافت تطلع خناتي. هذا مسبح اخي. خلينا يعني نبدأ نروح. اخي عامل هاد كله دايما تنصري ليها دايما تو ونقعد تحت التختين. يلا خلينا نفوت ونقعد كله دايما نشغل شمعة. يلا وين الشمعة؟ ما بلاقيها. وين الشمعة؟ ما بلاقيها. يلا اخلص بلا راح فرجيكم الطابق الثاني. انا فيني طيب هاي اللعبة، تقول تحت التعليقات اذا عندكم فيني تطيروا ما نكتبوا لي. اللي بيحب اعمله فيديو خاص عرفوا عن حاجة، عارف معلومات اكتر عني اللي بعمله. واللي ما بعرف عن مشكلة دايما كمان بعمله. جهزوا حالكم للفيديو لبكرة، فيديو كان خبص أخي وهيك كان أخوي حاط هيك في عنده صندوق. تعال نفوت نشوفه شوي. هذا هو نفتح. أو ماي جاد مليان دايموند، يعني بس هون إلنا حاجة أولى. بخبي شوي شوي ونحن ناخد الدايموت. يعني شوي أدخل شوي يعني ناخد الدايموت عندي. بينا نروح بعيش بحس علينا أذكر أصدقائي. وهيك كان فيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. حبيت تعجبنا حبيت تعزوا تحطونا لايك شير سبسكرايب كومنت وشارك وسلام. وتحت التعليقات كل شيء نلتقي فيه.